الحمد لله الذي جعل الاعتصام بحبله نجاة وأمانا من الفتن والارتداد. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمد رسول الله. فاللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أيها الإخوة المؤمنون، إن الفتن هي الاختبار والامتحان والابتلاء في الدين والدنيا. قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفتنة الدين هي من أعظم الفتن وأخطرها، وقد نجح فيها الأنبياء والرسل. وقال الله لموسى عليه السلام: وفتناك فتونا. وقال موسى عليه السلام لربي: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. ومن الفتن فتنة الكفر والشرك، وقد ضرب الله لنا مثلا في شباب أهل الكهف الذين آووا إلى الكهف، فروا من فتنة الدين، فروا بدينهم من فتنة الكفر والشرك والطغيان، إنهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فتية وشباب. ومن الفتن فتن الأموال والأولاد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الأموال تدفعك إلى جمعها من الحرام وأكل الحرام لأنها زينة، والأولاد قد يدفعون بك إلى أكل الحرام وجمع المال من الحرام لهم، ولذلك فالمال فتنة فاحذر منه واحذره، والأولاد فتنة فاحذر منهم. ومن الفتن فتنة الماء، قال الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. والماء هو المال، وحيثما وجد الماء فهناك المال والنعم، فهذا الماء إما أن يكون نعمة بنزول الغيث في وقته فتنتفع به البلاد وينتفع به العباد، وإما أن يكون الماء نقمة فيكون فيضان ويهلك الناس ويهلك الحرث والنسل. إذن المال فتنة والماء فتنة. ومن الفتن المشاكل والمصائب والكذب والإشاعات والتهم، كل ذلك يعتبر من الفتن. قال الله تعالى: والفتنة أشد من القتل. والفتنة
أشد من القتل، حينما لا يكون الأمن في البلد ولا في المجتمع، إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه ولا على ذاته ولا على ماله ولا على أولاده، فهذه فتنة، والفتنة أشد من القتل. ومن الفتن فتن المعاملات والاختلاط، فهذه ضرورية اجتماعية. الإنسان مدني بطبعه اجتماعي، لا بد أن يختلط بالناس وأن يتعامل مع الناس بيعا وشراء، فهذه فتنة. تجد الإنسان الطيب والمخلص والصادق، وقد تجد في المقابل الإنسان الخبيث الكذاب الغشاش المنافق، وهكذا. ولذلك قال الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ومن الفتن فتن المحيا والممات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في كل تشهده من فتنة المحيا والممات، فتنة الحياة، وما أكثر الفتن فيها. وكذلك فتنة الممات عند الاحتضار، قد يموت الإنسان على غير الإسلام وعلى غير كلمة الإخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. كان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله عصمه، ولكن أراد أن يعلمنا أن هناك فتن. ومن الفتن فتنة عذاب القبر، وما أدراك ما عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر. القبر إما أن يكون نعيما وروضة من رياض الجنة، وإما أن يكون شقاء وحفرة من حفر النار. على قدر عملك وعلى قدر فعلك وعلى قدر إخلاصك وعلى قدر عبادتك، فالمؤمن يكون في نعيم، والمنافق والكافر يكون في شقاء. ومن الفتن فتن الشبهات، والشبهات هي الشك في الدين، الشك في الإسلام، الشك في أمر الله ورسوله، الشك في عذاب القبر، الشك في الحساب، الشك في الجنة والنار. ومن الفتن فتن الشهوات، شهوة المال، شهوة النساء، شهوة الوظائف، شهوات كثيرة ومغريات كثيرة تتلقاها هنا وهناك، شبهات وشهوات. فعلى المرء أن يكون على علم من ذلك حتى لا يقع في هذه الفتن. ومن الفتن فتنة النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة النساء. لا يعني هذا أن الفتنة أن النساء فيهن عيب، لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما حذر في المعاملات بالإنسان مع أخيه الإنسان، بالرجل مع الرجل، كذلك حذر الرجل في تعاملاته مع المرأة، فاحذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت شيئا أضر على الرجال من النساء، من فتنة النساء. إن الدنيا حلوة خضرة، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. معنى الشهوات، تزوج، اكسب المرأة من الحلال، لا أن تبحث عن الحرام بالنظرات بالكلام بالبحث عنهن، فهن فتنة لأنهن زينة،
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ومن الفتن فتن المعاصي والذنوب، وما أكثرها في زماننا هذا، معاصي في الهاتف، معاصي في القنوات، معاصي في بيتك بين جيرانك في المحيط الذي تعيش به وفيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافرا، يمسي مؤمن ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فتن حتى أن الإنسان لا يعرف أين الصواب من الخطأ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أن الإنسان لا يدري، يجمع المال ولا يدري من حلال أم من حرام لكثرة الفتن. ومن الفتن فتنة الهرج الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا من علامات الساعة في آخر الزمان. ما هو الهرج؟ هو القتل، يكثر القتل، وأنتم تسمعون يوميا القتل عبر الطرقات في الحوادث، القتل، إنسان يتعمد فيقتل أخاه على الدنيا وعلى الشهوات وعلى الشبهات. ومن الفتن فتنة المسيح الدجال، وهو خطير وهو أخطر الفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدثهم عن الدجال فكان الصحابة يلتفتون لعله يخرج الآن، فإذا ما جاء الدجال كانت الفتنة العظمى، والناس حينئذ يعرضون عن الله وعن العبادات وعن الصيام وعن الزكاة وعن الحج، فتكون فتنة عظيمة والإنسان لا يستهين بها. فالآن في هذا الزمن هناك فتن الناس يتبعونها، السحرة والكهنة المشعوذون، تجد سحار ساحرا كهانا والناس يلتجئون إليه، حتى الفئة المثقفة المتعلمة فتأوي إلى هؤلاء السحرة والكهنة وكأنهم يملكون الشفاء والعلاج، وكأن هؤلاء لا يعرفون ماذا قال الله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك أنا مريض، والمريض لا عذر له. من قال لك لا عذر له؟ الذي أمرضك هو الله، وانسب الشفاء لله وخذ بالأسباب المادية وإذا مرضت فهو يشفين. هذه الفتن وما أكثرها، فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، فهذه الفتن وما أكثرها وما أشدها وما أخطرها، فكيف الخروج منها، أي كيف التوقي منها وكيف الحذر منها أن نتجنبها؟ بماذا؟ كتاب الله أولا. كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم. إذا اعتصمت بكتاب الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء وترك لنا الكتاب والسنة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، فستعرفون ما هي الفتن. الثاني الاعتصام بالله والاعتصام بكتابه واعتصام بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثالثا الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. رابعا العلم، العلم بالحلال والحرام، فعليك
أن تعرف الحلال والحرام في كل أمر تقدم عليه. زوجتك تطلبك شيء فاعرض أمرها على الله، على الكتاب والسنة. أولادك يطلبونك شيئا فاعرض أمرهم على الكتاب والسنة. نفسك تشتهي شيئا فاعرض أمرها على الكتاب والسنة. جارك، صديقك، مجتمعك، فلا تنساق وراء الأهواء والشبهات والشهوات، فكن عاقلا وكن عالما بأمر الله عز وجل، لأننا سنحاسب. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.